أعلن جهاز المساحة والتسجيل العقاري بأن حجم التداول العقاري بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري حوالي 445 مليون دينار، أي بنسبة تراجع تقدر ب 16% عن نفس الفترة من العام الماضي، ليشمل المتداولين البحرينيين والخليجيين والأجانب. كما كشفت أرقام جهاز المساحة والتسجيل العقاري زيادة في حجم تداول الخليجيين تقدر ب 112%. أما بالنسبة إلى عدد معاملات التداولات فقد بلغت 3075 معاملة بنسبة زيادة عن نفس الفترة من العام الماضي بحوالي 7%. وبالنسبة إلى مجمل المعاملات التي أجراها الجهاز من معاملات تسجيل عقاري ومعاملات مساحية وغيرها خلال النصف الأول من هذا العام، فقد بلغت حوالي 466 ألف معاملة بنسبة زيادة عن نفس الفترة من العام الماضي بحوالي 24%. حققت شركة ناس للمقاولات 10 ملايين ساعة عمل في مشروع خط الصهر السادس للتوسعة في شركة ألمنيوم البحرين ألبا دون إصابات مضيعة للوقت. وقد صرح نيجل هيكتور المدير العام لشركة ناس للمقاولات أن الشركة عملت منذ عام 2017 على مشروع خط الصهر السادس للتوسعة في ألبا، لافتا إلى أن تحقيق 10 ملايين ساعة عمل دون إصابات مضيعة للوقت يعتبر إنجازا هائلا لجميع العاملين على مشروع بهذا الحجم الضخم. وقد أكد نايجل أن الصحة والسلامة المهنية تعتبر من أهم الأولويات في شركة ناس للمقاولات، والتي تم تضمينها في جميع الأنظمة. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية تم تحسين برامج الصحة والسلامة المهنية وتقديم عدة مبادرات تهدف للمحافظة على سلامة الأصول والممتلكات. والآن نتوقف مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية التعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث تراجع مؤشر البحرين العام في إغلاق اليوم ليقفل عند مستوى 1341 نقطة بنزول نسبته 0.37%، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2,647,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 430,000 دينار تم تنفيذها من خلال 51 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 61% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. وننتقل الآن إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية، ونبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 7893 نقطة كما هو موضح على الشاشة بارتفاع نسبته 0.26%. أما بالنسبة لسوق أبو ظبي للأوراق المالية فقد أغلق عند مستوى 4830 نقطة بارتفاع تجاوز نصف نقطة مئوية. وبالنسبة لسوق مسقط للأوراق المالية فقد أغلق عند مستوى 4373 نقطة بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.2%. في خبر آخر، يبدو أن الأزمة الدبلوماسية التي أثارتها كندا مع المملكة العربية السعودية ستعرض أكبر شركة للهندسة والإنشاءات في كندا SNC لافلين لمشاكل مالية كبيرة، وذلك وفق ما ذكرت وكالة بلومبرغ. وأثارت الأزمة الحالية قلقا وسط المستثمرين في الشركة التي تتخذ من مونتريال مقرا لها وتستفيد من 11% من المبيعات في السوق السعودية. وقال المحلل لدى ألتا كورب كابيتال في تورنتو كريس موريا إن هذه الأزمة تضيف مستوى جديد من المخاطر على كاهل الشركة الكندية، مضيفا أنه من الصعب تحديد حجم المخاطر حاليا، لكن الأكيد هو أن أكبر شركة بناء في البلاد ستتضرر بدون شك.
وكشفت بلومبرغ أن الشركة التي تشغل أكثر من 10,000 شخص تحقق أرباحا مالية مهمة في السعودية تصل إلى ما يقرب من مليار دولار كندي. في سياق آخر، حدد مؤسس شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية إيلون ماسك خطته لتحويلها إلى شركة خاصة، وقال أنه ناقش تمويل الخطة بدعم من الصندوق السيادي السعودي. وقال ماسك في تدوين له أنه يريد فقط شراء أسهم المستثمرين الذين لم يعودوا راغبين في امتلاك أي أسهم في تسلا. وقال مؤسس تسلا أيضا أنه التقى بصندوق الثروة السيادي السعودي، وأنه شعر بعد اللقاء أن الاتفاق أصبح وشيكا، وأن المطلوب الآن هو بدء العملية. يذكر أن صندوق الثروة السيادي السعودي اشترى 5% من أسهم الشركة الأمريكية. في الإمارات، ارتفعت الأرباح الصافية لشركة أعمار العقارية في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 2%، وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من العام الذي سبقه، لتصل إلى 1,480,000,000 درهم. كما ارتفعت أرباح الشركة في النصف الأول من هذا العام بنسبة 5% على أساس سنوي، وصولا إلى نحو 3 مليارات. هذا وارتفعت إيرادات الشركة في النصف الأول من هذا العام بنسبة 46% على أساس سنوي، وصولا إلى أكثر من 11 مليار درهم. وجاءت أرباح الشركة في الربع الثاني من هذا العام متوافقة مع التوقعات. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل. مبيعات أجهزة بلاي ستيشن 4 تصل إلى أكثر من 81,000,000 وحدة حتى الآن. إلى مصر، حيث أظهرت بيانات حديثة أعلنها البنك المركزي انخفاض معدل الودائع بالعملة المحلية بنسبة 6.9% في نهاية أبريل الماضي للمرة الأولى منذ مارس من العام الماضي. وخلال هذا العام فقد بدأت الأسعار في الارتفاع بالتزامن مع خطة الإصلاح الاقتصادي في البلاد، وهو ما دفع بعض المستثمرين إلى العودة مرة أخرى للاستثمار في الذهب على أمل أن يحقق زيادة أكبر من فوائد الودائع التي خفضها البنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية. بعد وصول الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها منذ 17 عاماً أمام الدولار، زادت القدرة الشرائية للعملات الأجنبية، ما جعل السياح في تركيا أكثر المستفيدين من أزمة انهيار العملة المحلية. المزيد من التفاصيل مشاهدينا في سياق التقرير التالي. طوابير من السياح معظمهم من البلدان العربية اصطفوا في شوارع حي نيشانتيشي في مدينة إسطنبول أمام متاجر لعلامات تجارية شهيرة للاستفادة من انخفاض سعر الليرة التركية بعدما تجاوزت قيمة الدولار الأمريكي الواحد 7 ليرات تركية. أحد الموظفين بمتجر ملابس في المدينة قال إن هذا العدد من المتسوقين غير عادي حتى في ذروة المواسم والتي تشهد ارتفاع نسبة البيع، لكنه أرجع ذلك إلى انخفاض قيمة العملة التركية. رجال أعمال أتراك قالوا أيضا إن الطريقة لإعداد ما وصفوها بخريطة طريق واضحة وصريحة لعلاج التضخم الاقتصادي في تركيا تكمن وفق هؤلاء في حل النزاع الأمريكي التركي من خلال الأعراف الدبلوماسية. وقد زاد هذا التراجع الضخم للعملة التركية قلق المستثمرين من تنامي سيطرة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على الاقتصاد التركي والتدخل في السياسة النقدية المستقلة للبلاد، وهو ما سيؤدي بحسب مراقبين إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية هناك. في سياق آخر، شهدت العملات الإلكترونية تراجعا حادا خلال التعاملات، وهبطت عملة البيتكوين إلى أدنى مستوى عند 6,000 دولار، وهبطت البيتكوين بنحو 6.4% إلى 6,068 دولار، وذلك بعد أن وصلت إلى مستوى 5,971 دولارا في وقت سابق من التعاملات. وتعد البيتكوين أقل العملات الإلكترونية الكبرى تراجعا من حيث وتيرة الانخفاض.
هذا ووصلت القيمة الإجمالية للعملات الإلكترونية في الوقت الحالي إلى مستوى 193 مليار دولار. وكانت العملات الرقمية قد حققت في يوليو الماضي مكاسب قدرت ب 21 مليار دولار. أما في سوق المعادن فقد ارتفعت أسعار الذهب اليوم من أدنى مستوياتها في 18 شهرا الذي بلغت في الجلسة السابقة، مما أثار إقبالا على الشراء، بينما بدد الدولار مكاسبه بعدما صعد لأعلى مستوى في 13 شهرا. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1195.51 دولارا للأوقية، بعد أن بلغ في جلسة سابقة أدنى مستوى له منذ 30 يناير 2017. وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3%، فيما تراجع مؤشر الدولار بنحو 0.3%. وقبع اليورو قرب أدنى مستوى له في عام أمام الدولار، ليظل تحت الضغط جراء هبوط الليرة التركية بفعل مخاوف من أن تضر المشاكل الاقتصادية التركية البنوك الأوروبية وتمتد إلى اقتصادات ناشئة أخرى. والآن نلقي نظرة سريعة على أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. أخيرا أكدت شركة سوني من خلال تقريرها المالي أنها تمكنت من شحن أكثر من 82 مليون جهاز بلاي ستيشن 4 منذ إطلاقه في الأسواق وحتى نهاية الربع الماضي. وأكدت الشركة أن المبيعات الفعلية للزبائن تعد إنجازا مذهلا يشير إلى قوة الطلب على الجهاز، حيث يتوقع مراقبون أن يحطم البلاي ستيشن حاجز 100 مليون وحدة مباعة. وكانت مجموعة سوني كورب اليابانية العملاقة قد أعلنت تحقيق أرباح ربع سنوية تتجاوز التوقعات بفضل المبيعات القوية لجهاز بلاي ستيشن ونمو نشاطها ببث الموسيقى عبر الإنترنت. وذكرت الشركة أن أرباح التشغيل خلال الربع الأول من العام المالي الحالي حتى 30 يونيو الماضي بلغت 1.750 مليار دولار.